أنا أدي نحن الآن في واحد من 35 بيتا فلسطينيا أحرقت بالكامل هنا في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس. وصلنا إلى هذا البيت بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المداخل المؤدية إلى هذه البلدة، واضطر الناس لسلوك طرق التفاقية للوصول إلى هذه البلدة التي شهدت بالأمس أعنف هجوم للمستوطنين في قرى جنوب مدينة نابلس، حيث أحرق المستوطنون 35 منزلا بالكامل، وهناك 40 منزلا أحرقت بشكل جزئي في هذه البلدة، نتج عن هجمات المستوطنين الذين كانوا بالمئات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي شهيد في قرية زعترة المجاورة لقرية حوارة، أكثر من 100 إصابة تم نقل بعضهم إلى المستشفيات بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني. بحسب الهلال الأحمر أكثر من 100 إصابة هنا في حوارة، حيث أحرقت المنازل، أكثر من 100 سيارة فلسطينية أحرقت. يسمي الناس ما جرى هنا خلال ساعات الليل بأنه يوم إحراق حوارة، هذا ما يصفونه أهالي البلدة هنا. ما زالوا فعليا في حالة صدمة مما جرى، جميع الأهالي في هذه المنطقة في الشوارع المحاذية للطريق التي تربط مدينة نابلس ورام الله، جميع البيوت المحاذية لهذه الطريق تعرضت لما يمكننا مشاهدته الآن، هجمات كبيرة للمستوطنين، المنازل أحرقت، والمواطنين الفلسطينيين كانوا داخل المنازل تمكنوا بصعوبة من الخروج من هذه المنازل عند الهجوم وإحراقها، وإحراق أكثر من 100 سيارة، وهجمات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل. استمر الهجوم تقريبا لمدة 5 ساعات على هذه البلدة. حتى صباح هذا اليوم أيضا هاجم المستوطنون أهالي البلدة وهاجموا الصحفيين الموجودين هنا في بلدة حوارة. حاول المستوطن دهس عدد من الزملاء الصحفيين وقاموا بمهاجمتهم على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة أثناء توثيقهم لما جرى في هذه البلدة من هجمات للمستوطنين كانت يمكن أن تؤدي إلى ما يصفه أهل البلدة هنا إلى مجازر، لولا أنهم تمكنوا من الخروج من 35 منزلا فيها نساء وأطفال وكبار في السن، تمكنوا من الخروج بأعجوبة من داخل منازلهم وتمكنوا من الوصول إلى مستشفيات مدينة نابلس، وهنا حيث منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أساسا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى هذه البيوت ومساعدة الناس على الخروج منها، إلا أنهم في نهاية المطاف أصدروا إحصائية تقول إن 100 فلسطيني أصيب خلال الهجمة التي نفذها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه البلدة، وهناك شهيد قتله إما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أو برصاص المستوطنين في قرية مجاورة هي قرية زعترة، وأحرق 35 منزل بشكل كامل، 40 منزل أحرقت بشكل جزئي، وأكثر من 100 سيارة ومشاطب السيارات ومحلات في هذه البلدة التي تعرضت لهجمة كبيرة من المستوطنين. وزارة الخارجية الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء أدانوا ما جرى في حوارة. قد تقول الرئاسة الفلسطينية إن من أعطى الأمر فعليا في تنفيذ هذه الهجمات في حوارة يهدف لضرب الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، في حين يقول الأهالي هنا أهالي بلد حوارة إن ما جرى معهم هو هجمات المستوطنين كانت تحصل عادة في الأيام والأسابيع والأشهر السابقة، ولكن ليس بالحجم الذي حصل مساء أمس أو في ساعات الليل من هجمة شارك فيها أكثر من 500 مستوطن كانوا يحرقون كل شيء في طريقهم ويهاجمون المواطنين، حاولوا قتل المواطنين بالقضبان الحديدية وبالحجارة وبالرصاص الحي، إلا أن بعد ساعات انسحبوا من داخل هذه البلدة إلى المستوطنات القريبة من جنوب نابلس، وخلال ساعات الصباح ينتشرون بشكل متفرق بين أشجار الزيتون وفي الشوارع المحيطة في بلدة حوارة المغلقة بشكل كامل. أيضا مدينة نابلس، كنا صباح هذا اليوم في مدينة نابلس، إغلاق شامل على مدينة نابلس، الحواجز التي تفصل مدينة نابلس عن مدينة رام الله وتحديدا حاجز حوارة مغلق بشكل كامل. حوار حاليا ومنطقة نابلس مفصول عن شمال الضفة الغربية وعن وسط الضفة الغربية بحواجز عسكرية إسرائيلية منتشرة تمنع الفلسطينيين من السير في الشوارع. ما شهدناه في شوارع بلدة حوارة هي حالة
وكأن هذه البلدة في حالة منع تجول تام، لا يوجد أي شخص في الشوارع، لا يوجد سيارات فلسطينية في الشوارع، فقط سيارات عسكرية إسرائيلية ومستوطنون يتحركون ويحاولون مهاجمة أي فلسطيني يقف على الشارع في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس هنادي.